الطابع للذل واليتعذب وقعنا بدم الثورة وما نتغير ما بين الطابع للذل واليتعذب بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفيديو بتاريخ 6/3/2020. احد المصابين بواسطة بنادق الصيد قامت احد طبيبات مفارز ساحة التحرير باستخراج الكرة الحديدية، وهذه موضحة بالفيديو. استخدام مباشر وفي مناطق الوجه عديدة، ولاحظنا اصابات عديدة، اصابة في العيون وفي مختلف انحاء الوجه. هذه وينها؟ شكرا دكتورة، بارك الله بيك. اهلا بكم مشاهدينا الاعزاء في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول ابرز المستجدات على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب. للشهر السادس على التوالي واصل متظاهرو ثورة تشرين في مختلف المحافظات العراقية تظاهراتهم دعما لثورة تشرين وتأكيدا على استمرارها حتى تحقيق أهدافها المشروعة. ودعت اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين جميع نساء العراق إلى الخروج في تظاهرات يوم الثائرة العراقية غدا الأحد تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة. هذا ونظم متظاهرو التحرير مسيرة شموع لشهداء ثورة تشرين الذين سقطوا على أيدي القوات الحكومية والميليشيات، فيما واصلت ساحات الاعتصام في ذي قار وميسان والنجف وكربلاء وواسط والبصرة فعالياتها الثورية. يأتي ذلك وسط خلافات متصاعدة بين زعماء الكتل والأحزاب السياسية على المناصب، لا سيما بعد أن أسقط الثوار حكومة محمد توفيق علاوي. طبعا اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين دعت جميع نساء العراق إلى الخروج في تظاهرات يوم الثائرة العراقية غدا الأحد، كما أشرنا تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة. كما دعت اللجنة أبناء الشعب العراقي للتظاهر غدا الأحد للتأكيد على مطلب إسقاط النظام ورفض الظلم والقوانين التعسفية في البلاد. وقالت اللجنة في بيان بأن العالم يحتفل في 8 آذار بيوم المرأة العالمي، فيما تعاني المرأة العراقية من تدهور خطير في البلاد، ودعت نساء العراق إلى المشاركة في تظاهرات يوم غد لتعريف العالم بما تتعرض له المرأة من انتهاكات إنسانية خطيرة على يد القوات الحكومية والميليشيات المساندة لها من خطف واعتقالات تعسفية وترهيب وتعذيب وقوانين مجحفة. وحيت اللجنة في بيانها نساء العراق الثائرات المناضلات من أجل الحرية والكرامة، وصفة وقفتهن في ثورة تشرين بأنها ركيزة أساسية في حب الوطن لا تقل شأنا عما قدمته نسوة خلدهن التاريخ على مر الأزمن. كذلك دعا متظاهرو ثورة تشرين في ساحة التحرير طلبة العراق إلى تظاهرة طلابية جديدة غدا الأحد تأييدا للثورة ومطالبها. وأكد المتظاهرون بأن الدعوة لهذه التظاهرة تأتي بالتزامن مع يوم المرأة العالمي للتأكيد على دور المرأة البارز في ثورة تشرين، وأشاروا إلى وجود مفارز طبية مرافقة للتظاهرة للتعقيم والوقاية من فيروس كورونا. طبعا بالحديث على فيروس كورونا، البارحة بالليل انتشر مقطع على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر تصرف وكيف أن خلية الأزمة التي دعت الحكومة تشكيلها
وأنها خلية على أعلى المستويات تقوم يعني بالاجتماع وتقوم بالتدابير اللازمة لاتخاذات إجراءات للحد من فيروس كورونا. هذا المقطع اللي أثار سخرية ملايين العراقيين بل حتى العرب. خلونا نشوف مقطع من خلية الأزمة اللي الحكومة دعت وقالت بأنها خلية لمكافحة فيروس كورونا. نشوفه ونرجع لكم. ثلاث ساعات يوميا 10 الى 11 من الساعه 10 12 12 وحده صبح فتح المولات ما يخالف يا اخي من ال 11 للوحده من ال 10 للوحده راح يقراها ايش قاعد هاي بس راح تقب اليوم رئيس اللجنه هو يتحملها كل قنوات الإعلام أنطوا خبر وتعطيه كامل للدوام، لازم نضمنها إن كل الأخبار طلعت. لا لازم قلت هيك نوهت هيك قلت إن كل الأخبار اللي سربت مصر أو دخل السبتات مثل ما طلع السبتات اللي طلع نفيت لا قلت كل شيء طلع مو صحيح. هذا لك معود يا سيف يا ابني هسه كله مصمم وقابلنا علي شو الوضع هاي لكم والله اللي بعتهم بعد ما تاخذ القرار مصمم اللي تاخذه من عندي لان القنوات مرتبطه ويانا يعني هو يقول لك بس هو انتظرك شقمنا فد اصلخنا فد اشاره يعني هو السؤال اللي يطرح، يعني معقولة ماكو مكان يجتمعون به ويقعدون ويتفقون على النقاط اللي لازم يتخذوها للحد من فيروس كورونا؟ لهم واقفين قبل دقائق من الإعلان الصحفي لهذه الخلية، خلية الأزمة، يعني اسمها كبير كلش صراحة. ووزير الصحة علاوي يعني حتى قال في نهاية المقطع، قال يسأل واحد قال له شنو واحد نخلي عليك على الميز ما أدري صمغ، يعني يبدو أنه الميز يحتاج إلى تعقيم. فتخيلوا أنه الوضع وين وصل بالعراق إذا خلية الأزمة هذا وضعها وتعد النقاط بفتح المولات لثلاث ساعات وهي واقفة بدون الجلوس، وكأنه يعني بالعراق ماكو قاعات اجتماعات، هاي المنطقة الخضراء مليانة بنايات طبعا مبنية هي من النظام السابق، والجماعة الظاهر ما بنوا أي شيء بالمنطقة الخضراء بعد الغزو والاحتلال. زين اقعدوا بمكان اجتمعوا واكتبوا واتفقوا وبعدين اطلعوا بمؤتمر صحفي، يعني ألا تتفضحون قدام الناس؟ يعني انتوا عايزين هاي الفضائح اللي مستمرة عليكم صار 17 سنة؟ يعني ما معقولة انتوا وزراء وسياسيين واقفين ويجي واحد يصوركم وبهذا المنطق وتقول لك والله عندنا خلية أزمة والحكومة اللي الحكومة المستقيلة طبعا يعني تدعي بأنها عندها خلية أزمة وأنها هذه الخلية تعمل يعني على مدار الساعة
ولاتخاذ كافة الإجراءات لحد من فيروس كورونا. البارحة احنا بالحلقة حكينا على الإجراءات المتبعة في مطار بغداد، يعني إجراءات يعني صراحة جدا إجراءات سيئة، إجراءات يعني غير متوافقة مع ما موجود من هذا الفيروس الخطير اللي يهدد الإنسان. فإحنا شفنا المقطع ونقول إنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي يعني حذر من عجز قادم يشل الدولة في العراق مع انخفاض أسعار النفط بسبب كورونا. راح نجي على التفاصيل هذا الخبر، يعني أخبار أخرى أنه هناك تهديدات اقتصادية. معروف أن العراق اليوم يعتمد على تصدير النفط، إذا انخفضت الأسعار يعني انضربت الميزانية، يعني شوف الدولة منين راح تجيب، والجماعة عايشين برفاهية هم ورواتبهم وامتيازاتهم بس يوقع بيها المواطن والموظف المسكين. نرجع إلى أخبار الثورة، ثورة تشرين، حيث أشاد ناشطون في تظاهرات ثورة تشرين بدور المرأة العراقية المؤثرة إيجابا في مسار الثورة التي انطلقت في الأول من تشرين الأول الماضي، حيث تحدت المرأة آلة السلطة القمعية وأساليبها، ووجه المئات من الناشطين رسائل تضامن وعرفان لوقوف المرأة جنبا إلى جنب مع أبناء جلدتها في جميع ساحات التظاهر، مطالبة بحقوقها المسلوبة ومتضامنة مع المتظاهرين المطالبين بإسقاط نظام الأحزاب الفاسدة. اتجهت كذلك عدد من النساء العراقيات إلى ساحة الأحرار في محافظة كربلاء دعما لمعتصمي ثورة تشرين حتى تحقيق مطالبهم المشروعة، وأكدت النساء المشاركة في تظاهرات ساحة الأحرار في كربلاء أنهن لن يتخلن عن المتظاهرين ومن أبناء المحافظات في مواجهة طغيان السلطات وفسادها وتجاهلها لمطالب المتظاهرين. معنا اتصال أم محمد من بغداد، تفضل يا أم محمد. السلام عليكم. وعليكم دكتور. السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بيك. دكتور احنا بالبداية نطلب من الله سبحانه وتعالى يحمي العراق والعراقيين. آمين يا رب. والمسلمين والمؤمنين والمؤمنات جميعا. آمين. من هذا المرض. آمين. وهذا اختبار من رب العالمين. لكن احنا حسب ما نشوف ما صار بإيران راح يصير بينا. كيف ما تعاملت إيران ويا المرض ويا شعبها، ظاهر حكومتنا أيضا راح تتعامل بالمثل، والتكتم والأمور غير واضحة. والدليل على هذا إنه البارحة الطيارة اللي طلعت للجالية الصينية من إيران طلعوا إلى المنشأ، رجعوا للصين حتى يحكمون، يعني إيران ما كشي يفيدهم. نعم. إحنا حاليا هم نفس الشيء، ونفس ما دا يصير بإيران دا يعيدوا. قبل كم يوم طلعت بإيران سيارات من الصحة تنطي إرشادات صحية. وزارة الصحة البارحة عندنا هل سوت نفس الفقرة؟ نعم. نعم أم محمد. أم محمد انقطع اتصال مع أم محمد من بغداد. طبعا هناك مشكلة في الاتصال خاصة من داخل العراق، هو بالتحديد من داخل العراق، يبدو هناك تشويش على الاتصال من داخل العراق. طبعا ناشطات ومسعفات متطوعات في ساحة التحرير ببغداد أكدنا استمرارهن بعمليات إسعاف المتظاهرين الذين يصابون من جراء القمع الحكومي. وقالت المسعفات المتطوعات بأنه رغم كل الضغوط السياسية والاجتماعية التي تواجهها المسعفات والمتطوعات الخدميات، إلا أنهن أكدنا بأن الهدف النهائي للثورة هو السبب في استمرارهن في ساحات التظاهر. أحد آباء الشهداء وهو والد الشهيد محمد علي مختار الذي قتلته القوات الحكومية وميليشياتها قرب ساحة الخلاني قال بأن السلطات الحكومية تعمد إلى تشويه سيرة الشهداء ومضايقة ذويهم لغرض تضليل الرأي العام وإبعاد قتلة المتظاهرين عن المحاسبة. كذلك نظم متظاهرو التحرير مسيرة شموع لشهداء ثورة تشرين الذين سقطوا على أيدي القوات الحكومية والميليشيات. هذا وكان عدد من المعتصمين في ساحة التحرير
وسط بغداد أحيوا ذكرى الشهيد عمر سعدون أحد الناشطين الذين استشهدوا برصاص القوات الحكومية خلال التظاهرات في الناصرية. طبعا كان متظاهر قد استشهد وأصيب عدد آخر بجروح في هجوم جديد شنته القوات الحكومية وميليشياتها على المعتصمين السلميين في ساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد. معنا اتصال سلطان من الناصرية. تفضل سلطان. سلطان تفضل أخي. سلطان نعم أسمعك تفضل. السلام عليكم. سلطان تسمعني؟ أكو مشكلة بالاتصال مع سلطان الناصرية. يعني أشكرك. أم أزهار من بغداد تفضل. يا أم أزهار السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أحييك وأحيي هاي القناة العظيمة وعاملية. بالنسبة لهاي العصابات المتمردة الموجودة في العراق، هو منو خشش المرض إلى العراق؟ هما فاتحين الحدود، كل الدول اللي صار بيها هذا المرض سدوا حدودهم، ما عدا هما لا يزالون فاتحين الحدود ولا تزال السيارات موجودة تجي بضائع، ولا يزالون الإيرانيين يجون السامرة، ولا يزالون الإيرانيين يجون الكربلاء والنجف. يعني ماكو أحد يمنعهم. ليش؟ لأنهم يتوقعون أنه هذه هي بلدتهم وكيفهم يخشون بدون جواز وبدون طمغة وبدون أي شيء آخر. يعني إحنا إلى متى نعيش ويا هؤلاء الأوباش اللي مدى يحلون ولا يربطون؟ هم وإحنا واقعين في مصيبة المرض، وهم يتعاكون على الكراسي ومهمتهم هذا وذاك، ويردون بس يستولون بعد ما كفاهم. يعني باقوا لما نعزوا شنو يردون بعد؟ إن شاء الله. أنا شو أقول؟ إن شاء الله يا رب هاي المرض الكورونا يجي على 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 وبائلهم، على مجلس الوزراء وعلى مجلس البرلمان، ويفنيهم فني إن شاء الله، مثل ما إجا المرض على البرلمان مع إيران ومرضهم إن شاء الله. هم هو منه خشش المرض غير هذا المقتدى صدر؟ كان بقوم جاب 400 واحد وياه وإجا وخشش المرض وياه وإجانا. إن شاء الله ينصر المتظاهرين وينصر العراقيين وينصر كل المسلمين ويحفظنا من هذا المرض، ويحفظنا إن شاء الله طول ما إحنا مؤمنين، طول ما إحنا عين بعين الله يحمينا من هذا المرض إن شاء الله، من هذا الوباء والخيانة والذنب إلى إيران وأذناب إيران الموجودين هنا. وأنا أشكرك. شكرا أم أزهار من بغداد كانت معنا. كرار من الديوانية تفضل. كرار زياد عمر السلام. أهلا عليكم. وسهلا بك. يا أهلا بك. والله قناتكم سباقة ومنورة أستاذ عمر. الله يسلمك. مو مجاملة. الله يحفظك. وتتناول جميع الأحداث تتداول حاليا. نعم. لكن أتمنى يوصل صوتنا من خلال قناتكم لسد المنافذ الحدودية. سد المنافذ الحدودية والله أستاذ هذا الشيء أذانا. يعني دخل لنا مرض كورونا ودخل لنا هذا الفيروس إحنا. نعم. والله أخ عمر المنافذ الحدودية كلها مفتوحة، وسبب فتح هاي المنافذ هي الأحزاب الحاكمة حاليا السيطرة على أوضاع بالعراق. يعني فتحوا الحدود هم دخلوا المرض على الشعب العراقي. يعني خاف عايزة يعني على الشعب. يعني نتمنى من خلالكم الموقرة الحدودية كلها اللي هي رابطة بين إيران، رابطة بين إيران والعراق، أردن والعراق، سوريا والعراق، حاليا كل الوطن العربي تقريبا مصاب بهذا الفيروس. نعم. برأيك ليش يعني الحكومة خليها ببالك ليش أبقت الحدود مفتوحة مع إيران مع العلم أنه تزايد الفيروس؟ أستاذ عمر تتعرف الأحزاب الحاكمة
بكل مكان إلها إلها يعني شلون نقول إلها فد فائدة يعني بين بين المنفذ الحدودي مالت الرابط بين إيران والعراق مثل مسيطر عليه الحزب الفلاني. نعم نعم أخي كرار. يعني مثل صدري تيار الحزمة مسيطر على المناطق اللي هي رابطة بين إيران والعراق مثل عدة المنافذ اللي رابطة بين تركيا والعراق فتح حزب أيضا مسيطر عليه. يعني كل منفذ حدودي أكو حزب مسيطر عليه استفاد من عنده. هاي الشباب شو مذنبها إذا انتقل الفيروس للمتظاهرين؟ يعني أنا أعتقد هم فتحوا الحدود على مود يعني شلون نقول التظاهرات تخرج عن 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 وضعها الحالي العالم يعني تهدأ أو تصير خوفا من هذا الفيروس. يعني أعتقد سبب فتحة الحدود إنه يقضون على التظاهرات لا أكثر ولا أقل. نعم أنا أشكرك كرار من الديوانية كان معنا محمد من الناصرية. تفضل محمد. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. حيا قناتكم الموقرة. حياك الله يا أهلا بك. الله يحفظك. طبعا وين احنا بالنسبة لذولي هم يعني إيرانيين بالأصول الحكومة كلها إيرانية. ليش؟ لأن هم هسه الحدود مفتوحة لحد الآن سدوا العتبات المقدسة وخلوا الحدود هسه كل البلدان سدت الحدود ما عدا العراق مخلين الحدود مفتوح لأن هم حاقدين على العرب على الشعب العراقي حتى هم يعني ينهون بأكمل لأن هم الأصل مالهم كلهم إيرانيين إجوا من إيران كلهم فرس مجوس. نعم هاي وحدة. اثنين هسه شوف يعني سليماني لما مات لما راح يعني ضربوه القتل هم انقلبت الدنيا ونشوف شلون صارت وحداد الحكومة العراقية حادة. ما أدري تسمعني يمكن أستاذ أمار. نعم أسمعك أخي. نعم أسمع. وبعدين يترحمون عليها وحتى صرفوها صلوا عليها صلى خامنئي المنعول يقول اللهم إنا نعلم به إنه محسنا يعني حرف الصلاة يقول الله وأنا أقول يعني حرف كلام الله دعاء النبي حرفه يقول اللهم إنا نعلم به إنه محسنا يعني سواه محسنا. ونقلبت الأمة قلاء وشيعوا بكل المحافظات سليماني الفارسي المجوسي وعدنا 800 شهيد ولا كأنه صلوا عليه أو ترحموا عليه ولا هم ولا حرموا الدم العراقي. نزوف سماوات على الأرض أهون من قطرة دم وهذا دم العراقي ودم الشهداء. آية 800 شهيد و25 مخطوف داعيك عن 25 جريح وداعيك عن المخطوفين ولا كأنه وذولا هم عجم لا يفقهون عجم حاقدين. وإحنا قالوا صدام حسين لما طحنهم بالكيمياوي والصواريخ والله يعني مستحقين مستحقين. وأنا طبعا أحتضر للإطالة وأشكرك محمد الناصرية كان معنا. شكرا لك. رسالة من أبو حاتم الموصل يقول تحية للجميع لك يا أستاذ عمر. يقول لا تترجى أي شيء من الاحتلال الأمريكي والإيراني وفئران الخضراء أي شيء لصالح الشعب العراقي بعد منع جرحى التظاهر إلى العناية الطبية. وأقول المتظاهرين يجب عليكم تشكيل حكومة رسمية باسم الشعب العراقي في ساحل التظاهر وإدارة البلد من هناك وضرب رأس الأفعى الاحتلال الأمريكي والإيراني والنصر حليفكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. فاتمة من ألمانيا تقول مساء الخير لقناة الرافدين. تقول أخ عمر وين الحكومة الفاسدة؟ وين برهم صالح دي يضربون بالمتظاهرين بالرصاص الحي على المتظاهرين؟ ليش الحكومة نايمة ما تشوف ما تعرف تسرق بس؟ وشكرا فاتم من ألمانيا. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة. نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. السلام عليكم شباب شلونكم؟ ان شاء الله زينين. حالات السكر اسبوع هذا الشهر
اطبع هذا الشاب وعينه شلون مفتوحه يا ولد. هذا الفيديو بتاريخ 6/3/2020 تقريبا الساعه 8:30 توقيت بغداد. هذا الصجم اللي اطلقوه قوات الشغب على متظاهرين سلمي. شوفوا شلون مفتوحه صديقي، سد عينك. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، معنا اتصال عباس من دبي. تفضل عباس. عباس تسمعني؟ عباس، يبدو اننا فقدنا اتصال مع عباس من دبي. طبعا كما اشرنا بانه ائتلاف النصر بزعامه حيدر العبادي حذر من عجز قادم يشل الدوله في العراق مع انخفاض اسعار النفط بسبب فيروس كورونا، وقال المكتب الاعلامي لائتلاف النصر بان فشل السياسات المالية والاقتصادية للحكومة الحالية وسياسة الانفاق التبذيري الفاسد ساعد بدخول البلاد منطقة الخطر ماليا واقتصاديا، وأضاف بأن التدني الحالي والمتوقع لأسعار النفط سيضع الدولة بخانة العجز لتسديد استحقاقاتها للرواتب والموازنة التشغيلية بنهاية هذا العام. وأكد المكتب بأن العراق معرض أكثر من غيره لتلقي هذه الصدمات الاقتصادية بسبب السياسة غير الرشيدة للحكومة الحالية التي تصل إلى مستوى خيانة أمانة الحكم، حسب ما جاء في بيان ائتلاف النصر بزعامة رئيس الحكومة السابق حيدر العبادي. المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة الحالية أكد، وهو مظهر محمد صالح، أكد بأن هناك مخاوف حقيقية من انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية، وحنا نشوف هناك انخفاض في أسعار النفط. صالح قال بأن المخاوف من الانهيار في الأسعار هي بسبب اعتماد الموازنة العراقية على إيرادات النفط بأكثر من 93%، وأضاف بأن الحكومة ستعمل على تقليل المصروفات من أجل توفير رواتب الموظفين. وكانت أسعار النفط قد انهارت إلى نحو 46 دولارا للبرميل الواحد إثر تداعي اتفاق خفض الإنتاج بين منظمة أوبك وروسيا. نعم، نجي بعد شوي نقرأ رسائل واتساب. طبعا نعم، معنا اتصال كرار من الديوانية. تفضل كرار. عزيزي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. نتمنى من حضرتكم تساولون الأمور اللي تخص المتظاهرين حاليا وما قاعد يعانون من 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 ويلات بسبب الأحزاب الفاسد بسبب الجشع اللي هم وصلوا له، استخدام مناطق الصيد، استخدام القنابل المسيلة للدموع اللي قاعد يستوردوها من صربيا، وكل كل كل حاليا الشغلات اللي قاعد تصير متظاهرين سببها الاحزاب اللي هي احزاب سلطه حاليا. نعم كرر. اضافه الى استخدام الخطوف استخدام الخطوف العنف ضدهم. نتمنى انه تعرضون المقاطع الفيديو اللي قاعد توصلكم، راح ادز لكم على الواتساب تشاهدوها وتحضروها على قناتكم الموقره. نعم ارسل اخي العزيز، لو بس تنصر التلفزيون عيني كرار فدوه كرار. اي حبيبي نصر التلفزيون للاخير.
نعم. والله أخ عمر سبب هسه قاعد يصير المتظاهرين أنا وأنت نعرفه هو تيار الحكمة تيار الصدر بصورة عامة كل تيار حاكم حاليا بالعراق هو اللي قاعد ينزل المتظاهرين. وأنت شاهدت اللقاء حضرة مقتدى الصدر من يقول أنا حبيت أجر رذانهم ولدي هو ما أجر رذانهم هو قتلهم وسبب هواي ويلات للشعب العراقي وأذى المتظاهرين وشح طلع المتظاهرين هو مقتدى الصدر وجماعته والتيار الصدر كله بأجمع. نعم شكرا. كرر من الديوانية كان معنا أبو فاطمة من الديوانية. تفضل أبو فاطمة. أبو فاطمة تسمعني؟ أبو فاطمة ألو؟ نعم أبو فاطمة تفضل. يبدو أن هناك مشكلة بالاتصال مع أبو فاطمة من الديوانية. وزارة الهجرة قالت من الإجراءات الحكومية لا تزال تقتصر على التعليمات الإرشادية لعدم الإصابة بمرض كورونا في مخيمات النزوح بالعراق، وأضافت الوزارة بأنها لم تسجل حتى الآن أي إصابة لدى العوائل النازحة الموزعة على 79 مخيم، وطالبت الوزارة وزارة المالية بتخصيص مبالغ طارئة لمواجهة كورونا ومنع انتشاره بالمخيمات، لافتة إلى أنه لم تصل إجراءات الصحة والوقاية لمكافحة أو لكافة مخيمات النزوح وبعضها اقتصر على الإرشادات فقط. يعني إحنا باعتمادنا على النفط من وتعطيل الطبقة السياسية بأحزابها وبميليشياتها الصناعة في العراق منذ العام 2003 ولغاية الآن لمآرب معروفة وبالأدلة القاطعة حتى يأخذون حصصهم من تجار ومن الدول اللي يستوردون من عندها. اليوم إحنا أمام خطر فيروس يهدد إنتاج النفط، يهدد بأن يكون سعر البرميل جدا منخفض، وهذا ينعكس على راتب الموظف، ينعكس على حالة العراق أو موازنة العراق اللي تعتمد بشكل كامل تقريبا على النفط. فما حصدناه خلال 17 سنة من هاي الطبقة السياسية دنشوفه إحنا يوميا، دنشوف اللي سووه بالعراق من قتل للصناعة، من قتل للإنتاج، من قتل للإبداع، من قتل للتعليم، من قتل للصحة في العراق. هذا دنشوفه يوميا مع أقل أزمة، حتى وإن كانت أسهل أزمة وأبسط أزمة. يعني أنا قبل كم يوم طلع وزير الصحة بالعراق يقول إحنا اتفقنا مع وزارة الصناعة على أنها سوف تزودنا بكمامات، من كمامات عادية طبعا، باليوم 30,000 كمامة. يعني وزارة مصرف عليها مليارات الدولارات، تعداد العراق تقريبا راح يوصل 40 مليون نسمة، إذا افترضنا أنه 5 برة وكذا خلينا نقول 35، يعني 30,000 باليوم حتى تنتج. زين أنت اليوم هناك أزمة باستيراد هذه الكمامات من الخارج، هناك دول تنتج هذه الكمامات لتغطية احتياجاتها المحلية، ما تقدر تصدر كل الكميات اللي أنت تحتاجها. زين أنت إذا وزارة الصناعة عندك بس تصنع 30,000 كمامة باليوم، شلون راح يصير الوضع على الأرض وإذا طولت الأزمة؟ فتخيل إحنا عندنا وزارة اسمها وزارة الصناعة بس تقدر تصنع 30,000 كمامة باليوم. هذا كما طبعا قال وزير الصحة، يعني قبل هذا التصريح الظاهر ما كانت تصنع ولا كمامة واحدة. نعم معنا اتصال. كرار من صلاح الدين، تفضل كرار. شلونك استاذ عمر؟ يا اهلا وسهلا بك، حياك الله استاذ عمر. بالنسبة هاي الشباب اللي قاعد تطحن بها الميليشيات وهالشيء هاي قاعد تفقش بعيونها وتقتل بيها على ما سنين ما تسكن تسوين. نعم استاذ عمر تسمعني؟ اسمعك عيني كرار، تفضل. على بالنسبة هاي الشباب المظاهرات هاي شو مسوية من قاعد تطحن بها الميليشيات وقاعد تسحق بيها، ما تقول هي شو مسوية هاي الشباب هاي اللي قاعد تروح عمل طاوعة سلمية وقاعد تتظاهر على حقها طاحن فيها هي شيء. نعم ايه على ما تجيني بس شو مسوية شو مسوية هي الطرق العالم الطرق ديالها قاعد ما حاجة القساوية كلها دي خطأ من الله ما يرغبون من الله، إذا هم يعرفون الله يراقبون هاي ترى شباب على حقها على حقها قاعد تظهر على حقها وحقوقها. نعم ما يتاجب طاحين بيها ان ندحوا كم شهيد راح، كم شباب راح
هاي ابو حرام عليهم، مو عيب عليهم، مو مخدع ابن الساعد يطالبون بحقهم. نعم والله حسب الله ونعم الوكيل عليهم، والله حسب الله ونعم الوكيل عليهم ونعم بالله. أنا أشكر كرار بن صلاح الدين سجاد من الناصرية. تفضل سجاد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك أخوي الغالي. بس على مود تدهور الأوضاع عندنا بالناصرية يعني بشكل ما أدري شو أقول لك عليه. وإحنا نطالب القوات الأمنية بأن تحمي التظاهرات من جميع الجهات، والريد مثل ما نقول إحنا الريد القوات الأمنية تحمينا بدون تحايز. مثل ما قاعد أتكلم لك أنا، هناك بعض القوات الأمنية قاعد تتحايز وتجينا مثل ما نقول مو قواتنا الأمنية بالناس، قاعد تجينا ميليشيات قاعد تحمي التظاهرات مثل ما نقول، وأي واحد يريد يدخل للناصرية يدخلها بسهولة بسبب الوضع الأمني بالناصرية. وضعنا الأمني أبد ما محفوظ. نعم. وعبر قناتكم أطالب القوات الأمنية بأن تكون هنالك إجراءات أمنية لازمة. نعم. المن تتهم الجهات إذا تقدر تسميها أخي سجاد اللي تهدد المتظاهرين؟ أرجوك بدون تسمية. لا بدون تسمية. نعم. يعني أكثر من جهة قاعد. يعني ميليشيات تابعة للأحزاب. نقدر نقول. ميليشيات. نعم. ميليشيات تابعة للأحزاب. قاعد هي تحمي التظاهرات. يعني قوات أمنية واقعية مثل ما نقول منا وبينا ولدنا ما قاعد تحمي التظاهرات. قاعد تحمي التظاهرات ميليشيات. وده سبب دخول أكثر مثل ما عندنا الأوضاع الأخيرة أكثر إذا أرادوا يدخلون الناصرية يعني دخولتهم بسهولة. شنو السبب؟ تدهور أوضاع الولاء، وتدهور أوضاع مو منا إحنا متظاهرين، تدهور أوضاع بالأمن. نعم. أي أخوي الغالي، فأطالب من قناة المعاصرة وأنت أستاذ عمر على رأسي. الله يسلمك حبيبي، تسلم. الوضع الأمني ينحفظ بطريقة. نعم. أهم شيء بالتظاهرات الوضع الأمني. نعم. الله يحفظكم أخي سجاد، الله يحفظكم يا رب، الله يحفظكم. أنا أشكرك أخي سجاد من الناصرية. كان معنا أحمد من الدنمارك. تفضل أحمد. السلام عليكم أخي. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. أحييك وحيي المشاهدين الكرام. حياك الله يا أهلا بك حبيبي أخ عمر. أكو نقطة جدا مهمة أحب صوتي يوصل بيها للمنظمين للمظاهرات. نعم. اليوم سمعت على إحدى الفضائيات أنه هم دي يقترحون أن يزودون الحكومة بعشر أسماء للي هم يرشحون لرئاسة الوزراء. وأنا أعتقد هذا تصرف خاطئ جدا، لأن أنت لما تسلم الأسماء هم حتى يختارون معناها تعطيهم أهمية. الثورة بدت على أساس شلع قلع معناها من رئيس الجمهورية وانت نازل إلى حتى الفراش اللي موجود بالمنطقة الخضراء. كل الزمرة الحاكمة. كل الزمرة الحاكمة ماكو، ما نقدر احنا نعطيهم عشر أسماء وروحوا اختاروا. هذا الكلام مو صحيح. أرجو أنه صوتي يوصل إلى المنظمين مال المظاهرات رجاء أخي عمر. نعم. أني أشكرك على آسف على الإطالة. لا بالعكس، أنا أشكرك أخي أحمد من الدنمارك كان معنا. رسائل واتساب. أم منذر من بغداد تقول السلام عليكم، الله يحفظ أولاد المتظاهرين، الله يحفظ العراق من كل شر يحيط به، إن شاء الله نصل قريب ويحفظ المتظاهرين من كورونا اللي هي مو أكثر خطورة من الحكومة الفاسدة. نعم. يقول كرار حميد من محافظة واسط يقول مرحبا، يقول في الحقيقة الأمر بأن السياسيين يريدون تشتيت انتباه الشعب عنهم صوب مرض كورونا، ألا وهم المرض. إن شاء الله يتم استئصالهم قريبا بعون الله، وهذه الثورة ستزيح هذه الطبقة الفاسدة من جذورها. وشكرا لكم. معنا اتصال حسين من ديالة. تفضل حسين. حسين انقطع اتصال مع حسين من ديالة. أم علي من ذيقار تقول السلام عليكم، شلونك أستاذ عمر؟ الله يسلمك ويخليك. تقول دول العالم تفتخر بناطحات السحاب بشعوبها، حقوق، خدمات، طائرات،
مسير تصل إلى بيتك لإكمال ملفاتك جواز السفر، وهناك تعليم وهناك صحة معدل دخل، مع ذلك لم يجعلوها منية على شعوبهم، إلا حكومة العمايم تقول تعيرك بإنجاز عظيم ألا وهو فشلها الأمني بدخول داعش ونزوح 4 ملايين عراقي وأرملة. أبو أوس من تركيا يقول طوال 17 سنة كانوا يجمعون أحزاب الفساد وتيارات المحاصصة ليشكلوا حكومات الفساد والقتل والميليشيات ولتنهب ثروات العراق وتجعل من العراق حطام ليس فيه أدنى مقومات الدولة. السلام عليكم، رسالة يقول فيها حقيقة صارت واضحة للأحزاب الفاسدة بأن الشعب العراقي بعد ما تنطلي عليك الكذب والوعود والتخدير من خلال انتفاضة تشرين البطلة وكل ما يصدر من هذه الحكومة من قوة ومن صدشم ودخانيات هو نزعات الموت كما يقول أو تقول لها إن شاء الله. نعم، طبعا اليوم هناك تصريح لوزارة الصحة بارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في أنحاء العراق إلى 57 حالة بعد تسجيل 8 حالات جديدة بالفيروس في بغداد والنجف. مصادر في وزارة الصحة أفادت بأن الإصابات الجديدة توزعت بواقع 7 حالات في بغداد والثامنة في النجف، وكانت السلطات الحكومية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم تسجيل 5 حالات في بغداد و2 في السليمانية و1 في كربلاء و1 في محافظة أربيل. نسأل الله أن يشافي وأن يعافي كل العراقيين وكل المسلمين وكل الناس. وزارة الصحة في كردستان العراق أعلنت عزل نحو 3000 مشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، فيما أكدت إصابة امرأة من أربيل بالفيروس. الوزارة قالت بأنه تم عزل 2804 مواطنين مشتبه بإصابتهم بالفيروس من 30 منطقة مختلفة في كردستان، وأشارت إلى أنه تم التأكد من خلو 982 مواطن من الفيروس الحمد لله، وتم إخراجهم من الحجر الصحي. وأضافت الوزارة بأن الفحوصات بيّنت إصابة امرأة من سكنة مدينة أربيل تبلغ من العمر 33 عام بالفيروس، وأكدت استقرار حالتها الصحية. الله يشافيها ويشافي الجميع. معنا اتصال أم فاطمة من كربلاء، تفضلي أم فاطمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بيك. الله يخليك. يا هلا بك استاذ عمر. ولو شوي الوضع يعني مو زين وفي اضطرابات، والله يكفينا سر هاي الامراض الجماعه الحسين، بس استاذ عمر عندي ملاحظه. نعم استاذ عمر، يعني هاي من كذا مقاطع مالت المظاهرات. نعم. اللي يطلعوها يعني احد يكون يعني وياها شلون، مثل ما تقول يعني انشوده تصير، يعني تصير بعد احلى. يعني المتظاهرين اللي تطلع مقاطع مال يتظاهرون او بالدخانيه او بالقتل، يصير وياها انشوده وطنيه، يصير يعني بعد ازعى لهم، وتصير يعني الناس يصير عندهم رد فعل على مودهم. نعم. هذا بس اقتراح يعني. اذا موجود قناه الرافدين دائما تعرض اغاني وطنيه ويا هذه المقاطع دل. اذا انت تتابعين دل. راح تشوفيها. واني اصلا متابعه. نعم. لكم ابد ما دوره. ابد. الله يسلمك. فموجوده كثير من الاغاني الوطنيه. استاذ اسل واستاذ محمد. نعم. الله يسلمك. الله يسلمك ام فاطمه. الله يحفظكم. الله يحفظكم. الله يحفظكم. انا اشكرك. انا اشكرك. ووالديك عيني ووالديك. معنا اتصال مصطفى من مصر. السلام عليكم استاذ عمر. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا مصطفى. اهلا بحضرتك. نحييك ونحيي فوريتنا المجيده. ونحيي أهلنا في جميع المحافظات وندعوهم إلى الصمود وإلى الصبر، ونبلغكم عن عشان يبقى خلصنا ذمتنا لله عز وجل. الشعوب تحييكم والشعوب معاكم، وهناك فرج قريب بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى قريبا هيتحرر العراق وطننا العربي من العصابات والميليشيات. بدأت السياسة في وطننا العربي تتغير حاليا، وإن شاء الله الله عز وجل يكون فيه تحالف لبيوتنا، وإحنا نكون من أوائل الجنود اللي تحت سطحهم وتحت إيديهم لمواجهة القتلة المجرمين السفلة، كلاب إيران وكلاب الصهاينة والأمريكان. إن شاء الله إن شاء الله السياسات اتغيرت، والحياة لكم قريبا حتى حكمنا نصر بحبكم، هتدافعوا عن العرب ودافعوا عن وطننا، لأن الفرس كان جوازكم
كل حدود والخطوط الحمراء الفرس ضعاف جدا وليس لهم قيمة ولا لا يمثلوا قوة ولا رعب منهم أقسم لك برب السماء والأرض ما يقولون بس. نعم مصطفى السيد من مصر كان معنا شكرا لك. رسالة من رشا من النجف تقول السلام عليكم. تقول السيد مقتدى بعد ما يخاف ليش؟ لأن طلع واعترف وقال أني أقتل بالناس كما تقول وما حد كلف نفسه وقال ليش؟ لا حكومة ولا مرجعية ولا عشائر. طبعا راح يتمرد أكثر وأكثر رشا من النجف تقول في رسالته هذه. وزارة الصحة في كردستان العراق أعلنت يوم أمس وكما أشرنا في حلقة يوم أمس أعلنت دخول 500 شخص من إيران إلى العراق عن طريق عمليات التهريب دون الخضوع للفحص الطبي في المنافذ الحدودية خلال الأيام الثلاثة الماضية. دعت الوزارة المستشفيات للكشف عن حالتهم الصحية وبينت بأنه في حال حملهم لفيروس كورونا فإنهم سيشكلون خطرا على أنفسهم وعلى عائلاتهم. نعم طبعا حجرت السلطات في محافظة كربلاء الكوادر الطبية التي تعاملت مع المرأة المتوفية أمس بالمحافظة بسبب فيروس كورونا الله يرحمها ويصبر أهلها ويشافي الجميع. محافظ كربلاء قال وهو صيف الخطابي قال بأنه تم حجز أو حجر الكوادر الطبية التي تعاملت مع المرأة المتوفية أمس بسبب عدم وعي عائلتها وإخفاء تفاصيل بأنها كانت قادمة من إيران والذي أدى إلى وفاتها. أضاف بأن حجر الكوادر جاء لكونها كانت تتعامل مع المصابة كمرض عادي وكانت امرأة قد توفيت أمس في محافظة كربلاء كانت قد زارت إيران مؤخرا ما تسبب بإصابتها بكورونا بفيروس كورونا. وإحنا أشرنا في حلقة البارحة بأنه حوالي 95% من الإصابات اللي صارت في العراق هي قادمة من إيران ودعينا المواطنين إلى تأجيل سفرهم حتى إذا كان اضطراري حتى تعدي هذه الأزمة بإذن الله تعالى. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.